السادس مقتل هود العلوي الدبلوماسي العماني في القاهرة، وإليكم التفاصيل. سبب مقتل هود العلوي في القاهرة، حيث تفاعل العمانيون اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 مع قصة مقتل المواطن العماني داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة. وفي وقت سابق أصدرت سفارة عمان لدى جمهورية مصر العربية بيانا توضيحيا حول التفاصيل الأولية للقضية، ويبحث عدد كبير من العمانيين في الوقت الراهن عن سبب مقتل هود العلوي في القاهرة، إذ انتشر نبأ مقتله كالنار في الهشيم على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية من يوم الاثنين. سبب مقتل هود العلوي في القاهرة، حيث قالت وسائل إعلام عمانية رسمية أن المواطن العماني وجد مقتولا داخل شقته في القاهرة صباح اليوم الاثنين، في وقت تواصلت الجهات المختصة في كل من مصر وسلطنة عمان التحريات للوصول إلى تفاصيل وملابسات مقتله. وأوضحت بعض الحسابات شبه الرسمية إلى أن الجهات الأمنية في مصر فتحت تحقيقا للوقوف على سبب مقتل هود العلوي ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بذلك بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان في القاهرة. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.